البرلمان أقر حزمة من الضرائب على كل حاجة تخصك. فالناس لقينا إن الناس هي اللي مخنوقة من جواها، ومهما نعمل للناس الناس مش عايزة تتبسط. خش بقى فيتو نشرت يعني. فعشان نبسط الناس أصدرنا العقوبات التالية. 100 جنيه رسم مغادرة، مش مغادرة البلاد، فيتو بتقول مغادرة البلاد، هم قالوا لا ده المطارات الداخلية. يا جماله يا جماله. الطيارات اللي نازلة في محافظات ساحلية زي البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح 50 جنيه فقط لغير. مطروح هنا يا حبيبي. جو مصر. أيوة جو مصر. مطروح أنت. يدفع 50 جنيه. أه. إيه يا عم أنت، إحنا ناقصين هم يا عم.